أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل بنا المطاف إلى الحديث عن قوله تبارك وتعالى: ومن شر النفاثات في العقد. قلنا لا بأس بأن نتكلم بإيجاز حول مسألة السحر في ضوء الكتاب والسنة وفيما قدمه العلماء المسلمون في تراثهم الديني في هذا الموضوع. سوف أقسم البحث حول هذا الموضوع إلى عدة مراحل نسير معها بشيء من الإيجاز بغية استيضاح بعض الأمور. المرحلة الأولى: السحر في اللغة. السحر في لغة العرب، إذا راجعنا هذه المفردة في لغة العرب وقد استخدمها القرآن الكريم بما لها من معنى لغوي، استخدمتها السنة الشريفة أيضا بهذا المعنى، ذكر له اللغويون تعابير متعددة، عرفوه بتعابير متعددة. مثلا قالوا: السحر ما لطف مأخذه ودقة، ما لطف مأخذه ودقة. دائما كانوا يتصورون أن الأشياء التي لا تستطيع أن تكتشف كيف فعلها الفاعل فيعتبرونها سحرا. عندما يخفى عليك منشأ فعله وطريقة فعله وسر الفعل فإنهم يحيلونها إلى مفهوم السحر. فما لطف مأخذه ودقة، أي فعل فعلا فيه لطافة وفيه خفة، وكانت هناك دقة بحيث لم يظهر لك وجه الأمر في القضية، قالوا يسمى هذا سحرا في بعض كلمات اللغويين. في بعض كلمات اللغويين أيضا قالوا: السحر صرف الشيء عن وجهه، يعني الساحر هو في حقيقة الأمر يقلب الأمور، يصرف الشيء عن الوضع الطبيعي الذي له. يبدو لك الشيء هو في الأصل الشيء لونه مثلا أبيض فيصرفه عن وجهه فيبديه بلون أسود مثلا، أو يكون الشيء قائما فيصرفه عن وجهه فيبديه لك غير ذلك. وعرفه أيضا بعض اللغويين، قالوا: السحر الخدعة والخديعة. لماذا؟ لأنه دائما أعمال السحرة تقوم على شيء من الخداع، والخداع هذا يتضمن عادة شيئا من الخفاء وعدم الوضوح. كل المعاني متقاربة هذه التي نذكرها. وأيضا عرفه بعض اللغويين، قالوا: إخراج الباطل في صورة الحق. هو نفس معنى كلمة صرف الشيء عن وجهه، يعني أمر غير صحيح تخرجه وكأنه صحيح، أمر غير واقعي يبدو للآخرين عندما تخرجه لهم أنه أمر واقعي. فالسحر في مفهومه اللغوي عند العرب، فيما كان يتصوره العرب من عمل السحر، فعل ما يقوم به فاعل تكون فيه ظرافة، يكون فيه شيء من الخفاء، يفعله يظهر غير ما هو الواقع، يخفي الواقع ويظهر غير الواقع، بحيث يمارس دورا من الخديعة. هذا هو السحر بمفهوم اللغوي عند العرب كما جاء في المعاجم اللغوية العربية. إذن السحر، بصرف النظر عن أعمال السحر الآن، السحر بمعناه العام، شخص مثلا يقوم بفعل ما بطريقة ذكية تخفى على المطلع أمامه، يخدعه فيها فيبدي له شيئا ليس بواقع ويخفي عنه شيئا هو الواقع. هذا إجمال فكرة السحر بحسب مراجعة المعاجم اللغوية والاستخدامات العربية في هذه الكلمة. ولهذا أطلق المشركون على النبي أنه ساحر. ليش ساحر؟ يلبس الأمور من وجهة نظرهم، يظهر الباطل حقا والحق باطلا من وجهة نظرهم، له قدرة التأثير في النفوس بطريقة خفية غير بينة، فكأنما يسحر الناس وكأنما يبهر الناس، يستخدم الخديعة والخداع، غير الواقع يظهره واقعا بجدارة والواقع يظهره غير واقعي بجدارة دون أن ينتبه الطرف الآخر إلى المأخذ، فهناك شيء من اللطافة في أدائه. هذا هو تصورهم للنبي كان، فوصفوه بأنه ساحر. ولا ما كانوا يقصدون النبي ساحر كان يجيب عصاي يعني يسوي سحر،
أكيد النبي لم يكن كذلك في نظرهم، وإنما أخذوا المعنى اللغوي للكلمة المستبطن لدقة في الفعل، لتحويل في الصورة، لخدعة وخديعة، لإظهار الباطل حقا والحق باطلا بطريقة ذكية، فقالوا هذا الفعل منه هو فعل السحر، وما أتى به هذا الشخص هو سحر، وهو بالتالي ساحر. إذن كلمة السحر في اللغة العربية تعني هذا المعنى العام، سواء انطبق على السحر الذي نعرفه أو لا. لذلك نقول مثلا سحره ببيانه، سحره بعلمه، سحره بجماله، سحره بقوته، أي أدهشه وأظهر له الأمور على غير ما كانت عليه في الواقع، أو أكبر مما كانت عليه مثلا في الواقع، أثر في نفسه. هذه المرحلة الأولى، إذن المعنى البسيط اللغوي لهذه الكلمة. المرحلة الثانية، كيف عرف التراث الإسلامي السحر؟ يعني ما هو تعريف السحر عندهم؟ نبدأ نمشي خطوة خطوة. يعني إذا راجعنا كلمات العلماء المسلمين في التفسير، هذا كله اشتغلوا عليه في التفسير، في الحديث، في الفقه، وكذلك في مباحث علم الكلام، راح يأتي شوي إشارات أن المتكلمين أيضا اشتغلوا في هذا الموضوع. إذا راجعنا كلمات العلماء المسلمين في هذه العلوم الأربعة سنجد عدة تعريفات. نبدأ بذكر نماذج من التعريفات، أنا اخترت 5 تعريفات ونعلق على هذه التعريفات باستنتاج أو استنتاجين نهائيين. تعريف الأول وهو أشهر التعريف، قالوا السحر كلام أو كتابة أو رقية تعويذة أو عمل أو عقد أو دخنة، هذا اللي يدخنون البيت، أو نفث يؤثر في جسد المسحور أو في قلبه أو في عقله من غير مباشرة، يعني بطريقة غير مباشرة. هذا من التعريف المشهورة للسحر في كلمات العلماء المسلمين، إما كلام أو عمل أو عقد أو نفس أو دخنة أو رقية أو كتابة أو ما شابه ذلك، بحيث يؤثر في المسحور بدنا أو نفسا أو عقلا، ويكون التأثير غير مباشر، يعني ما يبين أن بدنا تجي أنت تضرب شخص تكسر له رجله، هذا تأثير مباشر، لكن أنت الآن تكسر له رجله لكن بطريقة غير مباشرة في السحر عادة. وبعضهم أضاف في هذا التعريف المتداول، قالوا بحيث يحدث السحر ضررا في المسحور في إنامته أو إغمائه أو تحبيبه أو تبغيضه. هذا كان تصورهم لمفهوم السحر، عمل ما يلحق الضرر بالمسحور بدنا عقلا نفسا بطريقة غير ظاهرة وليست مباشرة. هذا تعريف. طبعا ظاهر هذا التعريف أن السحر له تأثير، يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله، يحدث ضررا في المسحور إلى آخره. هذا تعريف. تعريف آخر، الآن لاحظ الفروق بين التعريف، تعرف اختلاف التوجهات بينهم في حقيقة السحر. تعريف آخر، قالوا فعل ما يوجب الوهم، هو في الحقيقة ما في شيء واقعي لكن هو بيخلق وهم عند المسحور، يوجب الوهم أو يوجب الوقوع في الوهم بالغلبة على السمع أو البصر أو غيرهما، مثل المشعوذ اللي بحركة خفيفة سريعة مثلا بشيء يوقعك في الوهم فتظن شيئا قد حصل وهو لم يحصل أصلا، تظنه قطع شخصا نصفين وهو لم يقطع شيئا، تظنه قطع يده وهو لم يفعل هكذا. ففي الحقيقة مركز تأثير الساحر في سحره الوهم. ولاحظ الفرق ما بين التعريف الأول والتعريف الثاني. التعريف الأول يعطيك إيحاء أن صاحبه كأنما مستعد للقبول بواقعية السحر وتأثيره التكويني، بينما في التعريف الثاني صاحب التعريف الثاني يميل أكثر إلى أن السحر تأثير على الوهم وليس تأثير على الواقعيات التكوينية مباشرة، وإنما هو تأثير على وهم الإنسان، يريه أشياء ليست موجودة، يصور له أشياء ليست موجودة فيؤثر فيه. تعريف ثالث، قالوا علم السحر، علم يستفاد منه حصول
ملكة نفسانية يقتدر بها على أفعال غريبة بأسباب خفية. تعريف فضفاض محلق في الهواء لا يعطينا شيئا. علم يعطي ملكة نفسانية بيؤدب الإنسان أن يفعل أفعال غريبة بأسباب خفية. هو أشبه بالمعنى اللغوي هذا، يعني هذا ليس تعريفا، ما قدم الكثير لنا. ما تعرف ماذا يقصد بالأسباب الخفية والآثار العجيبة؟ هل التأثير على الوهم أو لا له تأثير تكويني؟ غير واضح. تعريف رابع ما قبل الأخير، قالوا علم يغير الطبع ويقلب الشيء عن حقيقته. هذا تعريف واقعي، يعني يقول الأشياء تتغير بفعل تأثير السحر، الشيء ينقلب عن حقيقته التي كان عليها بفعل تأثير السحر، ويغير طباع الناس. شخص بيكون له مزاج بيخلي له مزاج آخر، شخص كان يحب فصار يبغض، بالعكس كان يبغض فصار يحب، كان يقبل على شيء فصار يمتنع عنه، كان يمتنع عن شيء فصار يقبل عليه. وفيقلب حقائق الأشياء، واقعيات الأشياء، يقلب الشيء عن حقيقته، يعني الحقيقة التي كان عليها الشيء يحوله فيها إلى شيء آخر. التعريف الخامس والأخير، كل أمر يخفى سببه. هذا يعني أقرب شيء للمعنى اللغوي، هذا كل شيء يفعله شخص ولا نعرف السبب سميناه سحر. كثير من أعمال الكيميائيين والفيزيائيين اليوم لازم تحسب سحر، كما سوف يأتي معنا إن شاء الله، لازم تحسب سحر هذه، لأن بالنسبة إلى جمهور الناس لا يعرفوا كيفية تحويلهم هذه الأشياء وكيفية إحداثهم هذه التجارب، تعبر عن أمر يعني مذهل بالنسبة إلى عامة الناس. من هذه التعاريف نستطيع استنتاج شيئين. الشيء الأول، كأنما بعض العلماء ميال إلى اعتبار السحر أمر حقيقي تكويني مؤثر، وبعضهم ميال إلى اعتباره أمر وهمي تأثيره على الوهم وليس تأثيره على الواقعيات، وهذا لاحظناه في التعريف. مثلا التعريف الأول والرابع مبين، يؤثر في بدن المسحور، أو مثلا يقلب الشيء عن حقيقته، بينما التعريف الثاني تأثير على الوهم ليس تأثير على واقعيات الأشياء. بعض التعاريف، هذا أولا. ثانيا، بعض التعاريف ركزت على طبيعة الفعل وتأثير الفعل، فيما بعض التعاريف وهي تعرف السحر ركزت على خفاء السبب بأفعال غريبة بأسباب خفية كما في التعريف الثالث. كل أمر يخفى سببه كما في التعريف الخامس. فبعضهم نظر إلى السبب من حيث خفائه ووضوحه فجعل كل ما خفي سببه من الأمور سحرا، وكل ما ظهر السبب فيه ليس بسحر. وبعضهم لا، نظر إلى نفس العملية السحر وتأثيره على المسحور فأخذ التعريف ناحية التأثير في المسحور، وهذا كله كما سوف نرى بعد قليل يكشف عن أنه توجد اتجاهات متعددة بين العلماء المسلمين في حقيقة السحر وواقعية السحر وما هو السحر على أرض الواقع بشكل دقيق. هذه مرحلة الثانية. مرحلة الثالثة، وهذه مهمة، هذه المرحلة في إعطائنا انطباع كيف كان التراث الإسلامي يتصور قضايا السحر. أضع لها عنوان أنواع السحر وأقسامه في التراث الإسلامي. كيف تصور العلماء المسلمون السحر؟ ما هي الأشياء التي كانوا يعتبرونها سحرا؟ أنا راجعت كتب في التفسير، في الكلام، في الحديث، في الفقه، وبعض الكتب المتفرقة الأخرى التراثية، ويكاد الإنسان يصل إلى 10 أنواع للسحر عندهم، 10 أنواع كلها اعتبروها من السحر. وسترى يعني الآن ستنتبه كثيرا إلى قضية أنواع السحر عندهم وكيف كانوا يفهمون قضية السحر يعني عبر القرون الإسلامية. النوع الأول، سحر الخداع والتمويه، ويسميه بعضهم سحر التخيل والتأثير في العين. ما هو المقصود من هذا النوع من السحر عندهم؟ قالوا هذا في حقيقة الأمر الساحر ماذا يفعل؟ يخدع البصر فقط، هو في الواقع لا يحدث شيئا، يعني لا يغير في واقعيات الأشياء أي شيء، لكن في حقيقة الأمر فقط يخدع لي بصري. وأبرز مثال على ذلك، أبرز مصداق لسحر التخيل أو سحر التأثير على العين هو الشعوذة أو الشعبذة. عندما يأتي شخص على مسرح فيقوم بحركات سريعة يخيل إليك
أن هناك شيئا ما يحدث، وفي حقيقة الأمر لا يحدث أي شيء. يخيل إليك أنه أخرج من الورقة، أخرج حول الورقة إلى طائر، لكنه في حقيقة الأمر لا ورقة حولها إلى طائر ولا طائر حوله إلى ورقة، لكن لحركته لخفته في الأداء يعني تمكنه مما يفعل، خيل لأبصارنا ولعيوننا أننا نرى تحول الورقة إلى طائر أو تحول الحبل إلى ثعبان، ولكن في حقيقة الأمر الحبل ما زال الحبل والثعبان هو ثعبان، كان مخفي هو الثعبان في مكان معين ومخلي الحبل في مكان آخر، وبحركة سريعة تراءى لأبصارنا أن هذا الحبل قد تحول إلى ثعبان. وهذا أشهر أنواع السحر، سحر الخداع والتمويه أو سحر التأثير على العيون. ويقال بأن هذا السحر يعني كما كتبت كتب التراث الإسلامي كان شائعا للغاية في بلاد الهند، وبرع فيه الهنود براعة يعني عظيمة في أساليب التفنن في خداع الأبصار وسحر الأبصار. على هذا النوع من السحر فسروا قوله تبارك وتعالى في سورة الأعراف الآية 116 عندما قال سحروا أعين الناس واسترهبوهم، يعني هم ما سحروا الناس، هم ما حولوا الحبال إلى ثعابين، هم فقط سحروا الأعين. ففي واقع الأمر الحبال ما زالت على ما هي عليه، والثعابين يعني ربما ما كان في ثعابين، خيل للناس أنها صارت ثعابين، هي ما زالت حبال بطريقة ذكية بإنعكاس الشمس كما قيل في بعض الروايات، استخدموا إنعكاس الشمس فصارت الناس تظن بأن هناك ثعابين كثيرة يحركها هؤلاء السحرة. فسحروا أعين الناس واسترهبوهم، تنتمي هذه الآية وفق هذا الفهم إلى النوع الأول من أنواع السحر. وكذلك قوله تبارك وتعالى في سورة طه الآية 66 قال يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، هي لا تسعى ولا من يحزنون، وإنما هو خيل إليه أنها تسعى، يعني تأثير فعلهم كان في خديعة البصر بحيث رأى صورة خيالية ليس لها واقعية على الإطلاق. هذا النوع الأول من أنواع السحر الذي طرحه. النوع الثاني، بس هذا أمره بسيط، أمره سهل يسير، هذا مدرك معلوم بالوجدان، يعني لا يحتاج نثبت في سحر هكذا، كلنا بنشوف على التلفزيون أو ربما بالمباشرة أشخاص يفعلون مثل هذه الأفعال وفعلا يسحرون أعيننا ويضللونها ويخدعونها، وهم يقولون لك نحن نسحر عينك، يعني بالمناسبة ولا يقول لك أنا حولت شيء، لكن يقول لك أنا هكذا فعلت خداعا للعيون. النوع الثاني من السحر بحسب تقسيم وتنويع التراث الإسلامي، سحر القراءة والكتابة والتصوير والرقية، هذه جمعوها مع بعضها البعض. هذا السحر يقوم على يكتبون أشياء بلغة بعضها مفهوم بعضها غير مفهوم، بس هذا غير مفهوم تقصدينه أو هو بعد على التيسير، يعني كيف ما تطلع معه الكلمة، بعضها مفهوم بعضها غير مفهوم على الإطلاق، وقالوا بعضها ربما يكون من كلمات لغة لأمم غابرة كان السحر مشهورا بينها، فيحتملون أن تكون بعض هذه الكلمات التي لا نفهمها فيما يكتبون أن تكون من الكلمات السريانية وأمثال هذه اللغات التي اشتهر بين شعوبها فن السحر. فأنت تكتب أشياء بطريقة ما بأسلوب ما، كلمات مفهومة كلمات غير مفهومة في هذا الإطار، أو تنقش شيئا ترسم صورة المسحور أو تجعله تمثال ثم تحدث فيه شيئا وأنت تتكلم عليه فيؤثر ذلك في صاحب التمثال. قالوا هذا نسميه سحر الكتابة وسحر الرقية وسحر التصوير وما شابه ذلك، هذا مجموعة تمثل النوع الثاني من السحر. ومنه قالوا ومنه قوله تعالى ومن شر النفاثات في العقد، قالوا هذه الآية تحكي عن هذا النوع من السحر، بينما آية سحروا أعين الناس تحكي عن النوع الأول من السحر وليس عن هذا النوع من السحر، هذا سحر ثاني. النوع الثالث من السحر أطلقوا عليه سحر الطلاسم والخواتم،
هذه الطلاسم التي نشاهدها والأرض، رسومات الغريبة العجيبة في هذا الإطار. قالوا هذه أيضا يكتب فيها كتابات عربية وغير عربية، مفهومة وغير مفهومة، لا نعرف عنها شيئا، لها طريقة خاصة أيضا. وقالوا هذه تؤثر، واعتقد بعضهم أن تأثير هذه الطلاسم في المسحور ناتج عن علاقة الطلسم بالأفلاك. طبعا رح يجي معنا أن هذا موضوع الأفلاك موضوع أساسي في قضية السحر. اعتقدوا بأن هذه الموجود ما هو يكتب في الطلاسم فيه، خلينا نعبر، نوع من المحاكاة، من الخطاب، من التفاعل، من التواصل مع الأفلاك، لتقوم الأفلاك بتأثير ما طبقا لهذا العمل الموجود في هذه الطلاسم، فأطلقوا على ذلك سحر الطلاسم والخواتم. هذا نوع ثالث. نوع رابع، سحر الأرواح السماوية. قديما، وليس فقط قديما، حتى عند الفلاسفة أيضا المسلمين، عند بعض الفلاسفة المسلمين وعند بعض العرفاء المسلمين، في عقيدة كانت مشهورة جدا، بل إلى يومك هذا يوجد بعض من يؤمن بها بين المفكرين يعني الفلاسفة المعاصرين المسلمين، أن هذه الأفلاك التي من فوقنا لها أرواح تشرف علينا، وأن هذه الأرواح السماوية لها قدرة التأثير علينا، هكذا الله مركب الكون. وفي طبعا تعرف نظريات الأفلاك وارتباطها بنظريات النفوس الكلية ونظريات العقول التي درسناها في الفلسفة، هذا موضوع طويل موجود، يعني عرفه التراث الإسلامي، أن هذه الأفلاك التي من فوقنا هذه عبارة عن أجسام ولكنها تحمل أرواحا، أجسام لأرواح ونفوس ولها قدرة التأثير فينا. سحر الأرواح السماوية هو سحر الأفلاك، سحر الكواكب والنجوم. وقالوا هذا السحر اشتهر كثيرا بين الكلدانيين، الكلدانيين الذين بعث فيهم إبراهيم عليه السلام، فكانوا يظنون أن ما يحدث بنا من أشياء تأثيرها بتلك الأرواح التي هي موجودة في السماء والتي نرى نحن أجسامها إذا صح التعبير، على شكل كواكب عظمى موجودة من فوقنا. ولذلك فسر بعضهم قوله تبارك وتعالى في قصة إبراهيم، فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين، فسروها بماذا؟ أن إبراهيم بعث في الكلدانيين، والكلدانيون كانوا يؤمنون إيمانا عميقا بهيمنة الأفلاك، ولذلك كانوا يعبدونها. الشمس هذا ربي، القمر هذا ربي، كانوا يعبدون الأفلاك، ليس بمعنى الأفلاك يعني الأجسام، وإنما كانوا يرون أن وراءها أرواحا تتحكم في مصائرنا، فإذا مرضت فإن ذلك الفلك هو الذي أمرضني، وإذا شفيت فإن تلك الأفلاك هي التي شفتني، وإذا أصبت بشيء فإن تلك الأفلاك غضبت علي، وإذا نجحت في شيء فإن تلك الأفلاك رضيت عني، تلك النفوس السماوية الكلية رضيت عني فبعثت لي هذا التوفيق مثلا أو هذا الشفاء. ولذلك إبراهيم طبعا وفقا لهذا التفسير، ولذلك إبراهيم ماذا أراد؟ أراد أن يذهبوا عنه حتى يتمكن من أن يضرب أصنامهم، فماذا قال؟ فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. ما هو ما معنى إني سقيم؟ أي قال بأن النجم الذي هو نجمي يؤثر في مرضا وشفاء قد ألحق بي السقم، وأن سقمي معدن، لذلك فتولوا عنه مدبرين، لذلك قالت الآية بعد ذلك فتولوا عنه مدبرين. وفقا طبعا، أنا لا أريد أن أتبنى هذا التفسير، أقول وفقا لهذا التفسير ستكون هذه الآية منسجمة تماما مع سحر الأفلاك الذي كان مشهورا بين الكلدانيين كما يقول التاريخ. ولذلك إذا ترى إبراهيم بعد ذلك ماذا كان يقول عندما كان يتكلم عن ربه، عندما كان يقول يشفيني ويسقيني، هو الذي يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، فكانت دائما يريد أن يسند ذلك إلى الله، معرضا بإسنادهم الشفاء والطعام والشراب والمرض إلى الأفلاك، لأنه كان عقيدة شائعة في الكلدانيين في تلك الفترة. إذن ماذا يقصد من سحر الأفلاك؟
يقصد من ذلك سحر يعتمد على أن الساحر في حقيقة الأمر يتصل بالأرواح الكلية الفلكية. اتصاله هذا يجعله يستنزل تلك القوى أو يتضرع إلى تلك القوى فتؤثر في الأشياء. يعني هو في الحقيقة لما يقوم بسحرك فيما يعرف بسحر الأرواح السماوية، هو في الحقيقة ماذا يفعل؟ هو يلجأ إلى الأفلاك المؤثرة في جسدك فيستعين بها استغاثة أو طلبا أو تحقيقا لغرض لها حتى تستجيب له، أو استفادة من قدراتها، يعني يتدخل هو في الاستفادة من قدراتها لكي يؤثر فيك من خلالها بالمرض بالشفاء بالعجز بالموت إلى آخره. فكانوا يسمون ذلك سحر الأفلاك السماوية أو سحر الأرواح السماوية، واعتقدوا أن هذا مشهور للغاية كان بين الكلدانيين، وأن قصة إبراهيم تأتي في هذا السياق أصلا، في سياق ثقافة هيمنة الأفلاك. ولذلك نحن في الفقه الإسلامي الإخوة جميعا مطلعون على هذا الموضوع، في الفقه الإسلامي عندما نبحث عن مسألة التنجيم ماذا نبحث؟ هذا الموضوع. مسألة التنجيم هي وجود عقيدة عميقة بأن هذه الأفلاك هي المتحكمة بنا وهي التي تدير شؤوننا. فهذا راجع إلى هذه النقطة بالذات أيضا. هذا نوع رابع من السحر. النوع الخامس من السحر مقابل سحر الأرواح السماوية، قالوا في التراث الإسلامي يوجد سحر آخر وهو سحر الأرواح الأرضية. سحر الأرواح الأرضية هو اللي هو شائع بيننا، ويعتبرونه كما سوف نرى بعد قليل يعتبرونه شائعا بين العرب، يعني عرف في التراث والتاريخ أنه كان شائعا بين العرب أكثر من شيوع السحر الأفلاك الذي كان معروفا بين الكلدانيين. ماذا تقول طريقة السحر اللي هي مستندة إلى الأرواح الأرضية؟ تقول السحر هو عبارة عن عمل، عن تواصل، عن فتح علاقة، عن شبكة تواصل اجتماعي مع الجن. أنت مسوي شبكة تواصل اجتماعي مع الجن، مع الشياطين، مع الأرواح الأرضية، وهي تمدك بالمعلومات، فبتخبره لزاد أنه اللي سرق لك بيتك هو فلان، وبتقول له أن الساعة التي فقدتها موجودة في المكان الفلاني. بالاستعانة وفق هذه العقيدة، بالاستعانة بأرواح الشياطين والجن من حيث اطلاعها على ما لا يطلع عليه الإنسان في العادة، فسموا ذلك بسحر الأرواح الأرضية أو سحر الجن والشياطين. وهذا كان شائعا بين العرب، علاقة من كتابة، من عمل، من كلام، من لفظ، من أي شيء كان، تفتح علاقة مع الجن أو الشياطين، هم يقومون بالتأثير في المسحور أو هم يقدرونك على التأثير في المسحور فتلحق الضرر به أو تلحق النفع به. هذا هو النوع الخامس من السحر. طبعا هناك يقول بعضهم، بعض من قرأت له هنا يعني من علماء التراث الإسلامي، يقول أن الجن في سحر الأرواح الأرضية عادة لا يعطون الساحرة، لا يسدون له خدمة إلا بمقابل، الظاهر عندهم عقود اتفاقات مبرمة لازم يقدم لهم شيئا في المقابل. فلا نعرف ما هو هذا المقر، ربما مثلا يعني لا أدري يطلبون منه معصية معينة أو أمرا ما، ففي المقابل هم يقدمون له خدمة فتكون هناك علاقة مع عالم الجن وعالم الأرواح والشياطين وما شابه ذلك. وقالوا بأن القرآن تحدث عن هذا. أين؟ قالوا عندما قال تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم في الآية 102 من سورة البقرة: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. رح نيجي إلى هذه الآيات بعدين. قالوا أن هذا معناه أن الشياطين، أن السحر في هذه الآيات التي تكلمت عن البابليين، السحر كان سحر الأرواح الأرضية، أي إن طريقة البابليين في السحر كانت تقوم على الاستعانة بأرواح الشياطين والجن لتحقيق أغراضهم في هذا السياق. وكذلك فسر بعضهم الآية 41 من سورة سبأ قوله تبارك وتعالى: بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم به مؤمنون. قالوا المقصود من عبادة الجن هو عبادة أتباع الجن من السحرة، فعبادة الجن يعني عبادة أتباع الجن، عبادة السحرة، والسحرة أتباع الجن يسيرون بمسيرة الجن وعندهم علاقات، فاتحين علاقات دبلوماسية معهم.
هذا نوع خامس. النوع السادس الذي طرح في كتب التراث الإسلامي يسمونه سحر النفوس القوية. إخواننا في الهند هم رموز سحر النفوس القوية حسب ما يعرف في كتب التراث الإسلامي، ويسمى أيضا بسحر الهنود. ويقصد بهذا السحر، قالوا هذا السحر، وتكلم عن هذا السحر ابن خلدون أيضا في مقدمته، يقصد به، وقال أنه موجود بعض الناس في بلاد المغرب أيضا هكذا، وأنه اتبع مسلك الهنود بعض المسلمين. قال هؤلاء عندهم نفس قوية بسبب التصفية الروحية والجهاد النفسي والرياضات، تصبح عنده نفس قوية قادرة هي نفسه على التأثير في الأشياء الخارجية. بعد هو لا يذهب إلى الأفلاك السماوية لكي يؤثر، ولا يذهب إلى الأرواح الأرضية لكي يؤثر، ولا يستعين بهذه الأشياء، ولا يخدع العيون والأبصار، وإنما هو حقيقة يقوم بالتأثير في الأشياء الخارجية بذاته. يعني كما أنت تستعين بجسدك لتكسر زجاجة، هو يستعين بطاقة روحية ربما تكون أثيرية، ربما إشعاعية معينة، فلسفته هذا بحث آخر، فيكسر الزجاج أيضا دون أن يقوم بوضع يده عليه، ربما فقط بنظره يكسر. ولذلك كان ابن خلدون يقول إننا رأينا بعضهم، لعله يقصد في بلاد المغرب العربي، إننا رأينا بعضهم كان إذا نظر إلى بقرة بقر بطنها. يعني هو بس نظر إلى البقرة فتحت بطن البقرة، وكان إذا نظر إلى شيء بعجه، هكذا هو يقول. كانوا يطلق عليهم البعاجون، يعني إذا نظر مثلا إلى سطل من الماء فإذا به يعني يتحول إلى سطل يعني على خير شكله الطبيعي. فيقول هذا من تأثير نفوسهم القوية، ولعل هذا له تخريج علمي، هذا بحث آخر. تخريجات العلمية لهذا الموضوع كما قلنا في الأسبوع الماضي له بحث آخر في هذا الإطار. فإذا هذا سحر قالوا لا علاقة له لا بجن ولا بشياطين ولا بأرواح ولا بأفلاك ولا بأي شيء، وإنما له علاقة بذات الساحر، قدرة تكوينية يمنح إياها الساحر نتيجة ذلك. النوع السابع، الآن لاحظوا الأنواع الأخيرة، هذه مهمة، الأنواع الأخيرة ستعيننا فيما بعد. سحر الأدوية، وقالوا هذا أيضا كان مشتهرا. وما هو المقصود بسحر الأدوية؟ قالوا مثلا الساحر شو يسوي؟ مثلا يقول لك أنا أعطيك عمل ماء، يضع فيه شيئا، هو يقول لك خذ هذا الماء وخليه المسحور يشرب هذا الماء، فإذا شربه فسيفعل فيه السحر. هو في الحقيقة السحر ما رح يفعل فيه، هو في الحقيقة قد وضع بعض المواد التي تؤدي مثلا إلى بلادة العقل، إلى ضعف بنية الجسد، إلى إضعاف الطاقة البصرية، أو إلى الجنون، هي مواد. هؤلاء بالمناسبة السحرة اعتمدوا علوم الكيمياء، عندهم علاقة وطيدة بعلوم الكيمياء، السحرة كيمياء بالمعنى القديمة، عندهم علاقة وطيدة بعلوم الكيمياء والطب، فكان هكذا طريقتهم. يقول لك أنت بس خليه يشرب منه وسيفعل السحر فعله، بعد شهرين إن شاء الله بتشوف أنت مثلا الموضوع. هو في الحقيقة ما في شيء غير تكويني، هو الموضوع بسيط، الموضوع أنهم كانوا يستندون إلى بعض المواد المركزة، يضعونها في بعض الأشياء ثم يقول لك اجعل هذا المسحور يشربها ويفعل السحر فعله. هو في الحقيقة الذي يفعل الفعل هو هذه المواد السامة التي يكون قد وضعها له، والتي تؤدي مثلا إلى نزف دم مستمر عنده، أو إلى عمى، أو ربما إلى بلادة ذهن، أو ما شابه ذلك في هذا السياق. فهذا كانوا يطلقون عليه سحر الأدوية في هذا الإطار. النوع الثامن، سحر التعليق. سحر التعليق، يعني الآن ستستغربون كيف أدرجوا هذا في السحر. هذا بسبب أنهم دائما كل العلوم الغريبة كانوا يسمونها سحرا، كل شيء فيه غرابة وعجب كانوا يعبرون عنه بالسحر. سحر التعليق، ما مقصود بسحر التعليق؟ سحر التعليق شخص شخصيته قوية، كاريزما التي عنده هائلة، وذاك مسكين شخصيته يعني هذا بوعج من قبل، يعني مطعوج على الأخير، يعني تعبان ما عنده شخصية، فهذا بالكاريزما التي يملكها يؤثر عليه فيوهمه بأشياء هي غير موجودة، فيقتنع بها اقتناعا عميقا، فيبني حياته على أساسها، فتحدث تأثيرا سلبيا. فهو في الحقيقة سحره، لكن سحره لا وضع أدوية، ولا جاب أفلاك من فوق ولا أفلاك من تحت، ولا أدخل علوما غريبة، وإنما كان يستخدم، وهذا موجود، يعني هذا موجود في الجملة. أنت الآن
كثير من هؤلاء الذين يذهبون إلى المطلعين وإلى الذين يكتبون، هو أول ما يدخل يعني الديكور الذي يضعه هو في الحقيقة كاريزما حقيقة، يعني الديكور الذي يضعونه والنار التي أمامه ويضع الملح في كل لحظة، يضع الملح أو بعض المواد فتشتعل النار، كل هذا هو في الحقيقة ما هو؟ هو رفع من مستوى كاريزما الساحر وخفض من مستوى شخصية المسحور، بحيث لما يقول له أنت كذا هو كذا يفعل كذا، فهو خلاص يعني يحصل عنده هذا الأمر فيسحره سحرا تاما مثلا، ويقنعه قناعة تامة بأن فلانا هو الذي فعل الفعل الفلاني، بعد لا يصدق أن فلانا ما فعل الفعل الفلاني، وإنما تكون قضية يعني ده. وطبعا هو يوهمه أنني أخبرني الجن، ولا في جن ولا من يحزنون، وأخبرتني الأفلاك، وأخبرني السادة الأسياد وما شابه ذلك من التعابير، ولا في أسياد ولا في شيء من هذا القبيل، وإنما يحدث فيه مثلها، ويحتاج فقط إلى أوركسترا، يعني يحتاج إلى 4-5 نجحت التجربة معهم ويكونوا ما شاء الله قدرتهم الإعلامية جيدة، ينشرون في أهل المدينة أنه بارع وأنه قادر على حل المشاكل، فيصبح هذا علما من أعلام السحرة في تلك المدينة أو القرية. هذا أيضا نوع من السحر يعني يؤثر في أشياء كثيرة. النوع التاسع ما قبل الأخير الذي ذكروه سحر العجائب، سموه سحر العجائب بالبسائط، أو سحر الأمور العجيبة بالأمور البسيطة، يعني أيضا ستستغرب أنت كيف أنهم كانوا يتصورون هذه عبارة عن سحر. قالوا هذا مثل شخص يصور لك، هو هذه من التأثيرات أيضا النفسية، يرسم لك صورة فأنت إذا نظرت إليها تراها تبكي وتضحك، هذا مثل الموناليزا مثل ليوناردو ديفينيشي الإيطالي، الموناليزا إلى اليوم في متحف اللوفر في فرنسا، عندما تنظر إليها يقولون بأنه بحسب يعني حالته النفسية، كل إنسان بحسب حالته النفسية، كل إنسان بحسب حالته النفسية يعني يكون حينئذ. فقالوا أن هؤلاء الأشخاص يصنعون تصاوير فتكون فيها غرائب أو عجائب، بحيث يرى الإنسان شكلين منها أو يراها تضحك وتبكي معا إلى آخره من الأشياء، أيضا هذه اعتبروها سحرا. النوع الأخير وهذا أيضا غريب، سحر النميمة، يعني إذا واحد يسوي نميمة بين شخص وشخص أيضا سموه سحر، يعني هذا كأنما بيصير عنده ملكة النميمة، بخفة وبراعة يوقع النميمة بين الناس، يصبح هذا يعني خبير في النميمة بين الناس، بحيث بسرعة هائلة يتمكن من أن يحدث نميمة بين شخصين، فقالوا هذا سحر أيضا، واعتبروا سحر وجعلوه نوعا من أنواع السحر أيضا. في طبعا هذا كله يعطيك شيء من الغرابة، أنهم دائما كانوا يتصوروا أن كل تأثير خفي أو مذهل أو مدهش ولا ترى أسبابه بشكل بين ظاهر فإنهم يدرجونه كانوا في السحر في هذا المجال. هذه الأنواع العشرة للسحر التي يعني إذا تتبعنا تراث المسلمين نجد أنهم يطرحونها ويتداولونها ويتكلمون عنها. إذا راجعنا هذه الأنواع نجد استنتاجين، استنتاج الأول تعدد طرق السحر ومصادر الاستعانة للساحر بحسب تقسيمهم هم لهذا الموضوع إلى عدة طرق. الطريقة الأولى طريقة الهندية، وهي التي تقوم على تصفية النفس وتقوية الروح للتأثير في الأشياء، هذه أصطلحوا عليها بالطريقة الهندية، فمركز القوة فيها نفس الإنسان ومرجع الساحر في سحره ذاته ليس شيئا آخر. طريقة ثانية قالوا الطريقة النبطية، وقالوا هذه الطريقة تقوم على أعمال وكتابة أو على تماثيل تناسب شكل صاحب العلاقة، ويقومون بإحداث أشياء فيها مستعينين يعني علاقتهم بالأفلاك. الطريقة الثالثة الطريقة اليونانية، هكذا تسمياتهم يعني، وقالوا الطريقة اليونانية تعتمد كثيرا على موضوع علاقة مع الأفلاك والاستعانة بقوتها، وأنها كانت رائجة بين أهل اليونان أيضا. والطريقة الرابعة قالوا الطريقة العبرانية القبطية العربية، يعني هذه الشرق الأوسط لهالجهة يعني، يعني صوب سيناء ومصر وفلسطين والجزيرة يعني هالمناطق. قالوا كانت طريقتهم تعتمد مرجعية الجن والشياطين في مقابل اليونان الذين والنبط الذين كانوا يعتمدون على مرجعية الأفلاك والأرواح السماوية. فإذا تختلف المرجعيات بينهم في هذا الإطار. وكما لاحظنا أيضا الاستنتاج الثاني، لاحظنا أنهم يعني كل شيء ما فهموا فلسفته ألحقوه بالسحر، وهذا أيضا يعني ينم عن أن السحر كان عنوان لكل غريب عجيب، كل ما لم يفهموه أطلقوا عليه السحر،
وربما لو فهمناه لخرج عن دائرة السحر. يعني كل شيء فيه لطافة، فيه غرابة، فيه دهشة، فيه يعني تأثير غير واضح للإنسان، فتجدهم أدرجوه في السحر وجعلوه نوعا من أنواع السحر. وهذا أيضا يلفت نظرك إلى أن مفهوم السحر عندهم كان مفهوم هلامي، كل شيء لم يفهموا علاقاته التكوينية مع بعضها البعض كانوا يدرجونه في السحر، وكل ما فهموه بشكل واضح مثلا كانوا أحيانا يخرجونه بهذه الطريقة. ولذلك مثلا كثير من هذه الأنواع التي قرأناها قبل قليل أغلبها الآن لا سحر الأدوية هذا ليس سحر، هذا دواء هذا، وسحر النميمة هذا ليس سحر. وحتى لذلك تجد اليوم الفقهاء يقولون هل تسخير الجن والشياطين والأرواح سحر أو لا، كثير منهم يقول ليس من السحر، هذا ليس أمرا من السحر أصلا، خارج عن السحر، ولذلك يقولون بحرمة السحر ولا يقولون بحرمة تسخير الأرواح والجن والشياطين إلا إذا أضر بإنسان، وإلا هو في حد نفسه ليس حراما. هذا موجود، كثير من الفقهاء المعاصرين يذهبون إلى هذا الرأي. هذه صورة موجزة عن كيف تصوروا وكيف قسموا يعني قضية السحر وكيف تعاطوا معها، وأن قضية مربوطة بالأفلاك وقضية مربوطة بالجن وقضية مربوطة بالنفوس وقضية مربوطة بالخداع وما شابه ذلك. المرحلة الثالثة وهي يعني جزء أساسي من بحثنا، هل السحر أمر حقيقي أم أمر تخيلي؟ هذا نريد أن نعرفه. يعني عندما ندرس هذا الموضوع، هل السحر هو فعلا أمر حقيقي، في شيء يعني يسحر إنسان ويؤثر فيه فعلا، أو لا هذه خيالات في خيالات والقضية هي التأثير على الوهم فقط؟ بمراجعة تراث المسلمين في عندنا ثلاث اتجاهات في هذا الموضوع، ثلاثة اتجاهات في هذا الموضوع. الاتجاه الأول وهم الذين كانوا يقولون السحر أمر حقيقي تكويني واقعي لا لبس فيه، كله أمر حقيقي تكويني، يعني لما يؤثر في بدن المسحور هو يؤثر فعلا في بدن المسحور بطريقة خفية لا نعرفها. الفرق بين الساحر وبين الطبيب إذا أعطى دواء أن طريقة الطبيب نعرفها، طريقة الساحر لا نعرفها، لكنها تفعل فعل الطبيب، تفعل فعل الطبيب في الحقيقة بطريقة خفية. هذا الرأي الأول، وهذا ليس له جمهور كثير. الرأي الثاني قالوا السحر أمر تخيلي وهمي، سيطر على الوهم فقط، هذا الذي فيه سيطرة على الوهم هذا سحر، غيره كلام في كلام، ما في شيء، لا أرواح فلكية من الأعلى ولا أرواح أرضية من الأسفل، ولا يوجد أي شيء من هذا القبيل، كله وهم في وهم، وثقافات شعبية وتقاليد وقصص وحكايات يصدقها العجزة ويلقونها إلى أطفالهم فيتربون على تصديق هذه الخرافات، لا يوجد شيء من هذا. سحر خداع البصر هذا السحر، التأثير في وهم الإنسان هذا السحر، هذا ممكن نتعقله. أما واحد فعلا يؤثر بطريقة معينة يجعل فلان مريض، هذا شيء لا وجود له بما هو مفهوم سحر أصلا. فالشعوذة نعم نقبل بها، غير هذا أصلا لا نقبل. وهذا ما ذهب إليه أكثر المعتزلة في تراث المسلمين، قال أصلا سحر محر هذا ما له وجود أصلا، بل ذهب إليه جماعة من العلماء المسلمين غير المعتزلة أيضا، مثلا ابن حزم الأندلسي، أبو إسحاق الإسرابادي الشافعي، أبو بكر الرازي، ونسب أيضا إلى كثير من الشيعة أنهم كانوا يقولون بأن السحر فقط هو عبارة عن السحر التخيلي، مع أن شيء آخر في هذا الإطار، وقالوا هذا هو الفرق بين السحر وبين المعجزة والكرامة. إذا كان السحر يؤثر فعلا، شو الفرق إذن بين المعجزة والكرامة والسحر؟ أي فرق ما موجود. المعتزلة إذا أنت تتأمل قليلا، هم في الأصل كانوا حذرين من أن تضرب نظرية المعجزة، لأن هذا يؤدي إلى زعزعة الأصول الدينية. أنت لما تجعل السحر بهذه الطريقة، إذن شو المانع يكون عيسى أيضا استعان بالأرواح الفلكية ومسح يده، أو استعان بالجن ومسح يده على شخص فأخرجه حيا، كيف أنا أفرق إذن بين المعجزة؟ المعتزلي كان مسكون بفكرة الدفاع عن العقيدة وقضية الإعجاز وموضوع المعجزة، وهذا مهم بالنسبة إليه. لذلك كان من أدلة المعتزلة لو كان السحر له واقعية حقيقية خارجية فكيف أفرق بين المعجزة والكرامة والسحر؟
حكي المشركين بيكون صحيح، ساحر سحرهم. عندك دليل تبطل هذا؟ كيف تعرف؟ انت عندك اتصال بالارواح الفلكيه يخبرونا اذا كان هذا النبي كان متصل فيهم او لا؟ تدخل القضيه في فضاء قلق. لذلك المعتزله كانوا حذرين في هذا الموضوع. وربما انا في تقديري الذي دفعهم الى هذا نزعتهم العقلانيه من جهه، واحساسهم بخطوره رفع السحر في واقعيته الى هذا المستوى. طبعا فيما بعد العلماء الاخرين لهم تخريج في التمييز بين المعجزة والسحر، حتى لو قلنا بأن السحر عبارة عن حقيقة خارجية يعني عينية في هذا الإطار. فإذا هذا قول كثير من المعتزلة. حتى أنا رأيت يعني من أشياء الغريبة، رأيت أن بعض علماء أهل السنة عندما يقولون بالتخيل يقولون وهذا ما ذهب إليه المعتزلة والشيعة وأبي حنيفة، كأنما هذا الأمر كان معروفا في القرون الأولى أن الشيعة يعني العلماء الشيعة ربما مثلا ما كانوا يقتنعون بواقعية السحر. طبعا الذين قالوا بخيالية السحر استثنوا الأدوية، قالوا هذا ما له علاقة بالسحر هذا أدوية. استثنوا النميمة مثلا، قالوا هذا ما له علاقة. استثنوا مثلا تأثير الشخص، الكاريزما التي له تأثير على الشخص الآخر، قالوا هذا أمر طبيعي يعني ناتج عن أمور طبيعية ليس له علاقة بأي شيء آخر. فهذا أخرجوه، وفي الحقيقة أرادوا أن ينكروا وجود تأثير أرواح فلكية وغير فلكية، وأن الورقة هذه تؤثر في المسحور وما شابه ذلك من هذه الأمور. هذا اتجاه ثاني. الاتجاه الثالث وهو الذي ذهب إليه كثير من علماء المسلمين، لعله هو مشهور جمهور المسلمين، قالوا السحر نوعان، تخيلي وحقيقي. أما التخيلي فقوله تبارك وتعالى سحر أعين الناس، وأما الحقيقي فقوله تبارك وتعالى وجاءوا بسحر عظيم. وقالوا بأن قدماء المصريين كانوا بارعين في السحر التخيلي والسحر الحقيقي. ثم قالوا أنصار هذا الاتجاه، قالوا السحر الحقيقي على نوعين، محدود التأثير لا محدود التأثير. محدود التأثير أغلبهم قبل به، يعني بيسوي له مرض يمرضه يجعله ينام كثيرا، يغميه يجعله لا ينام، يحببه بشخص يبغضه من شخص آخر. قالوا هذا السحر الحقيقي محدود التأثير. قالوا وأما غير محدود التأثير فهذا قال به شواذ من العلماء المسلمين. ما معنى غير محدود التأثير؟ يعني سحر مذهل يقلب حقائق الأشياء، يعني يميت يجعل إنسانا حيوانا، ويجعل هذا كان بعضهم يعتقد به، ويجعل حيوانا إنسانا، يقلب الذهب إلى فضة ويقلب الفضة إلى ذهب، يأخذ بيده يعني حفنة من تراب فيصنع منها ذهبا وما شابه ذلك. هذا أكثرهم قال هذا صعب، لكن موجود بعض من قال بأنه حقيقي ومعقول وليس مستحيلا أصلا على الإطلاق. ورأيت بعضهم خصص السحر الحقيقي بحالة تفريق بين الرجل وزوجته، يعني كأنما اقتصر على دلالة الآية القرآنية التي في سورة البقرة، قصة سحر البابليين، فقال هذا سحر حقيقي نص عليه القرآن، التفريق بين الرجل وزوجته هذا فيه سحر حقيقي، أما غير التفريق بين الرجل وزوجته لا يوجد شيء اسمه سحر حقيقي، كله سحر تخيل. وقالوا بأن التفريق بين الرجل وزوجته لا يقتصر فقط على تحبيب أو تبغيض، وإنما أيضا يشمل إعجاز مثلا الزوج، يعني جعل الزوج لا يقدر على مقاربة زوجته أو لا يرغب في مقاربة زوجته أو يتمنى عن مقاربة زوجته. قالوا هذا هو. وطبعا في روايات، موجود رواية عن الإمام الصادق سنتعرض لها في اللقاء القادم، رواية موجودة في بحار الأنوار أيضا، يقول وما سلط، وفي كتاب آخر وما يسلط السحر إلا على العين والفرج. هذه رواية موجودة جاءت في سياق الحديث عن سحر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقالوا بأنه هذا هو مجال السحر، السحر الحقيقي العين يعني التخيل الوهم وما يتعلق بالعلاقة بين الرجل وزوجته، غير هيك ما في شيء اسمه سحر، استنادا إلى هذه الرواية. فإذا عندنا بين علماء المسلمين ثلاث اتجاهات، اتجاه واقعية السحر بدون تفصيل، اتجاه تخيلية السحر ووهميته بدون تفصيل، اتجاه تفصيل بين أنواع السحر فبعضها واقعي وبعضها تخيلي. نحن نريد
أن نتوقف قليلا عند الذين قالوا بأدلة. ما هي أدلة الذين قالوا بواقعية السحر غير السحر التخيلي وغير النميمة وغير الأدوية؟ وهذه ليست سحر أصلا، يعني أدرجوها هكذا كما قلنا غير هذه. نريد أن نرى ما هي أدلتهم من القرآن من السنة من غير ذلك، ثم بعد ذلك نرى أدلة الذين نفوا السحر نفيا قاطعا وقالوا السحر فقط تخيلات، التأثير على العين أيضا لهم أدلة، فنرى الأدلة ثم سنجمع بين بعد ذلك مقاربة الوجهين معا لنرى هل أنه الأرجح أن للسحر واقعية من زاوية دينية، نتكلم أن للسحر واقعية حقيقية أو ليست له واقعية حقيقية. يأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.